أضخم اختراع يا نور عملتيه بحياتك؟ الله، فانيلا، وضروري خفيت الكهرباء لأنه بده خفق كتير منيح. هلا بنبلش نزيد كوب السكر شوي شوي نحن وعم نخفق. حطي زيت النباتة، الحليب، بدي انخل كباية ونص من الطحين هيك من تحت لفوق لأنه بدنا نعبيها هوا. وبالمناسبة صوتوا لي، بتفوتوا على البايو لعندي، بالبايو بتكبسوا عليه بتلاقوا تحت مكتوب صوت الآن، بتفوتوا على عندي وبتصوتوا لي. معلقة من البيكنج باودر كبير، رشة الملح، بنجيب صينية الفرن ندهنها بشوية زيت عشان يلزق عليها ورق الزبدة، بنفضي الكيك. هلا بنجيب المانجا اللي بدنا نطحنها، قطعة من المانجو هيك. وهلا بدنا نخفق الكريمة، بدي اخد شوي منها قبل ما تجمد كتير عشان تزين على الوجه. ما شاء الله، بسم الله. هو سخن بنسقيه بالحليب البارد، هشيل شوية كريمة على الوجه. هول بدي اخلطهم مع الكريمة قلناها عشان نغطي فيها المانجو، ناعم ومالس. نرتبه، ضروري تشوفوا المنظر عن قرب. يا عم شو حرشه طيبة، مني كلمتين. إذا ما بتجربوا ضاع عليكم موسم المانجا وكأنه ما أكلتوا مانجا. اوعى تنسوا تعملوا له شير ولايكات.